الفتاة الصينية توشانبي من مواليد التسعينات تشغل منصب الضابطة الأولى للسفينة البحرية الصينية، وبصفتها أول قبطان سفينة في منطقة بحرية غير محدودة في نظام المرور والملاحة في الصين، فإنها تحمل أيضاً لقباً بطولياً إلا وهو مولان في البحر. تدرجت تيشان شون في السلم الوظيفي خطوة بعد خطوة، من ضابط ثالث إلى ضابط ثاني ثم ضابط أول، من خلال احترافية وشجاعة لا تقل عن زملائها الآخرين. وقد بذلت قصارى جهدها لتحقيق حلمها بأن تصبح قبطاناً.